أطلب استرجاع العداد. رجع العداد تفضل. طيب السيد الرئيس، أنا بغيت في إطار الإحاطة وباسم فريق الأسرة والمعاصرة أن أثير انتباه الإخوة الكرام وأن أثير انتباه الحكومة إلى توضعت، وأن أثير انتباه الرأي العام الوطني وأن ندق ناقوس الخطر وأن نحذر في نفس الوقت من كارثة بحرية وبيئية إذا حدثت لا قدر الله ما كنتمنوا ما توقعش، فبالتأكيد أنها غادي تحمل كل مقومات ومواصفات الجريمة بحق الأجيال الحالية وأجيال المستقبل. فقد بلغ إلى علمنا السيد الرئيس من خلال شكايات موثقة ومنها شكاية تحمل توقيعات عدد من الجمعيات ومن التعاونيات ديال العاملة في مجال الصيد البحري بالأقاليم الأطلسية للمملكة. تتقول هذه الشكايات بأن السيد وزير التجهيز والنقل بصدد الترخيص لشركات خاصة لجرف رمال البحر الواجهة المتوسطية بواسطة السفن في 4 مواقع بحرية على المحيط الأطلسي، في طنجة وفي الصويرة وفي الدار البيضاء وغير ذلك. ومن شأن هذا القرار أن يتسبب في كارثة بحرية وبيئية قد تحول هذه المناطق المستهدفة إلى ما يشبه المقابر البيئية وتهدد بإفناء الحياة النباتية والحياة الحيوانية على غرار الاستنزاف اللي تعرضت له عدد من المواقع على الواجهة المتوسطية. هذا الترخيص الذي تفكر وزارة التجهيز إقدام عليه لا يتماشى مع العناية التي يريها جلالة الملك بالثروات البحرية وبمخطط أليوتس، ولا تتماشى مع المصالح العليا للوطن، ولا تخدم سوى شركات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، علما بأن هناك 110,000 بحار مرتبطين بشكل مباشر بهذا القرار. ونريد أن نحذر وأن ندق ناقوس الخطر، لأننا بصدد ارتكاب جريمة وبصدد تعريض حياتنا النباتية وحياتنا البحرية في البحار وبصدد تهديد عدة أسماك بالانقراض كما عشنا في عدد من المواقع في البحر الأبيض المتوسط، وأخطر من ذلك أن هذا القرار سيصادر حقوق الأجيال اللاحقة. وهذا القرار هو محاولة ملتوية للإطفاء الشرعي على نشاط غير مقنن. ونطلب من السيد وزير العدل أن يتحمل، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن يتحمل مسؤوليته وأن يتجاوب مع مطالب الجمعيات والتعاونيات وأن يقوم بدراسة باش يوضح للمغاربة أي خطر محدق وأي كارثة سوف يتسبب فيها هذا القرار الأحمق الذي يفكر وزير التجهيز على الإقدام عليه. ونقول للحكومة في شخصية الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن ينصت وأن ينتبه، وماشي شغله أن لا يتدخل في أمور لا تعنيه، لأنه ليس في موقع يؤهله باش يعطي دروس للبرلمان. شكرا سيدي. أنت ماشي في موقع. شكرا. شكرا سيدي المستشار. شكرا الله يخليك. شكرا الله. شكرا سيدي المستشار. ماشي في موقع يعطيك الله. شكرا سيدي. الله يخليك. عطيناش دروس. بزاف الحداد. شكرا سيد المستشار. شكرا بنات. الله يخليك. والسادة المستشارون الله يخليكم. والسادة المستشارون شكرا بنات. الله يخليكم. بلاتي السيد المستشار، شوف بلاتي الله يخليك، وخلوني نهضر السيد المستشار. الله يخليك، انا هنا اضمن بلاتي الله يخليك. انا وبلاتي واش غير اللي ما بغيت تعطي، اللي ما عطينا نقطه نظام بدا يهضر بوحده. بلاتي الله يخليك. واش حنا غير اللي ما وهذا راه برلمان. الله يخليكم، راه مؤسسه
واش اللي معه غير بلاتي الله يخليك، واش غير اللي وطلب نقطة نظام بلاتي الله يخليك. والله يخليك والمستشار. سيد المستشار الله يخليك، راه ماشي اللي شد نقطة نظام يبدا ضرب بعده. والله يخليك، راك شحال من واحد طلب راه طلبوا خمسة الناس نقطة نظام. وأنا بعد احترمني، بعد احترمني. شوف بلاتي الله يخليك بلاتي، واطلب بعد الله يخليك. أنا راهي إلا جيت نعطي نقطة نظام راه كاين 10 الناس طالبة نقطة نظام. الله يخليكم بلا ما يفتحوا هذا الباب، أنا هنا أضمن الاحترام المتبادل بين الحكومة والبرلمان. اللي يهضر يصنت له الآخر بلا ما يضحك بلا ما يدير شي. الله يجازيكم بخير، احترموا المؤسسة بلا ما نفتحوا باب ديال نقطة النظام، راه ما غاديش نسالوا اليوم. والآن أنا كنطلب منكم انتقلوا الكلمة لفريق الاستقلالي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك، الله يجازيكم. سيد عيد الله يطول عمرك، صافي الله. شكرا سيد.